هل الشكر بالعمل وزيادة الطاعات أم مجرد الشكر بالقول؟ الشكر بالقول وبالقلب باللسان وبالقلب وبالعمل. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله كيف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكور هنا من يقوم في يصلي